في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر تجاذبات سياسية حول خلافته، نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى أحد المشافي بالعاصمة الفرنسية باريس لإجراء فحوصات إثر إصابته بجلطة دماغية. وفي الأثناء اعتبر رئيس الحكومة عبد الملك سلال أن حالة بوتفليقة الصحية لا تبعث على القلق. فيما تزداد خيوط المشهد السياسي تشابكا في الجزائر بالتزامن مع الإعلان عن بدء تعديل الدستور، ووسط مطالبة المعارضة بتحديد عدد الولايات الرئاسية، نقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس لاستكمال فحوصاته الطبية بعد نوبة دماغية أصيب بها أمس. وقالت مصادر طبية جزائرية أن الرئيس نقل إلى فرنسا لإجراء فحوصات مكملة بناء على توصيات من أطبائه. وفي العاصمة الفرنسية أفادت مصادر مطلعة أن بوتفليقة وصل إلى مطار بورجيه ونقل تحت حراسة عسكرية إلى مستشفى فالدوغراس العسكري، وهو مستشفى غالبا ما يستقبل شخصيات فرنسية وأجنبية رفيعة المستوى. وذكر مصدر طبي أنه على الرغم من أن الحالة الصحية العامة لبوتفليقة لا تبعث على القلق، فإن أطباءه طلبوا منه إجراء فحوصات مكملة والالتزام بالراحة لأيام. كما طمأن رئيس الوزراء عبد الملك سلال إلى أن صحة الرئيس لا تبعث على القلق بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الجزائرية. وخضع بوتفليقة نهاية 2005 لعملية جراحية لعلاج نزيف في المعدة، وقليلا ما ظهر بوتفليقة في المناسبات العامة خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار تكهنات بشأن سلامة صحته، وسط أنباء عن احتدام صراع خلافته خاصة داخل المؤسسة العسكرية وحزب جبهة التحرير. وأفادت برقيات دبلوماسية أمريكية سربت منذ سنتين أن بوتفليقة يعاني من مرض السرطان، لكن ذلك لا يبدو أنه سيمنع بوتفليقة الذي يحكم منذ نهاية التسعينات من الترشح لولاية رابعة بحسب محللين. وينتمي بوتفليقة إلى جيل من الزعماء الذين هيمنوا على الحياة السياسية في الجزائر التي تمد أوروبا بخمس احتياجاتها من الغاز، وتتعاون مع الغرب في محاربة الجماعات الإسلامية المسلحة. ويمسك بوتفليقة وأعضاء آخرون من النخب السياسية والعسكرية الجزائرية على زمام الأمور في البلاد منذ حصولها على استقلالها من فرنسا.